باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته إلى الأبد أمين. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في برنامج منهج حياة، كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. تأملنا في 10 نقاط. النقطة الأولى، كونوا رحماء، فالرحمة هي فيزة الدخول للملكوت الأبدي. نمرة 2، تأملنا في كونوا رحماء، فالرحمة هي أهم حيثية هتدينا الوضع المتميز في السماء. فرب المجد بيقول إيه؟ من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجر. نمرة 3، تأملنا في كونوا رحماء، ليس فقط بالإحسان بل بتنمية كل إنسان. نمرة 4، تأملنا في كونوا رحماء بحب. نمرة 5، تأملنا في كونوا رحماء بفرح وسرور. نمرة 6، تأملنا في كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم إخوة الرب الأصغر. نمرة 7، تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك. نمرة 8، تأملنا في كونوا رحماء بسخاء بل من الأعواز. نمرة 9، تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء. نمرة 10، تأملنا في كونوا رحماء مميزين، مش أي حد، لا، نميز لمن نعطي. وده اللي قاله القديس يهوذا الرسول في رسالته، ارحموا البعض مميزين. بعد ما تأملنا في كونوا رحماء، بدأنا تأملنا في بركات الرحمة في حياة الرحماء هنا على الأرض. بركة الأولى أحبائي بركة لقاء الرب. كنت جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. بركة الثانية، أن الرب يبارك في كل أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديهم. بركة الثالثة، الرب يفيض على الرحماء البركة. بركة الرابعة، الرب يبارك نسل الرحماء، ودي بركة مهمة جدا. داود النبي قال في مزمور 37، كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرب ونسله للبركة. بركة الخامسة، أن ربنا يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركته. في أمثال 22 يقول سليمان الحكيم، الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير. يشوع بن صراخ يقول، ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركته. بركة الستة، إن ربنا ينجي الرحماء في يوم الشر. بركة السبعة، ربنا يحفظ الرحماء. بركة التامنة، ربنا يحيي الرحماء. بركة التاسعة، ربنا يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض. مغبوطين يعني في حالة سرور وبركة. بركة العشرة، الرب لا يسلم الرحماء إلى مرام أعدائهم. بركة 11، الرب يعضد الرحماء وهم على فراش الضعف بل ويمهد مضجعهم كله. بركة 12 يا أحبائي، سعادة الرحماء. بركة 13، الرحماء يدبرون أمورهم بالحق والعدل. بركة 14، الرحماء قلبهم ثابت من البداية للنهاية أثناء التجربة. بركة 15، الرحماء يرتفع قرنهم بالمجد. وده اللي قاله داود النبي في مزمور 112، قال إيه؟ سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرب، يدبر أموره بالحق، لا يخشى من خبر السوء، بداية التجربة. بركة 16 يا أحبائي، الرب لا يتخلى عن الرحماء. بركة 17 يا أحبائي، الرحماء يجدون نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18 يا أحبائي،
أن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترع الخير. تعبير جميل قوي، مخترع الخير ده. في ناس تقعد تفكر إزاي تعمل الخير. بركة 19 يا أحبائي، الرحمة والحق تستر الخطية، وده اللي قاله سليمان الحكيم في أمثال 16، بالرحمة والحق يستر الإثم. بركة 20، الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21، الرحمة تسند كرسي الملك. بركة 22 يا أحبائي، الرحماء يحسنون إلى أنفسهم، مش يحسنون إلى الفقراء، يحسنون إلى أنفسهم. وده اللي قاله سليمان الحكيم في أمثال 11، الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. بركة 23 يا أحبائي، ربنا يجازي الرحماء عن معروفهم. وده اللي قاله سليمان الحكيم في أمثال 19، من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. بركة 24 قالها سليمان الحكيم في أمثال 21، قال إيه؟ قال التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة. بركة 25 يا أحبائي، من يصنع الرحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة. ده اللي قاله سليمان الحكيم في سفر الجامعة، في جامعة 11، ارمي خبزك على وجه المياه، ارمي الخير على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. بركة 26 يا أحبائي، الله لا يصرف وجهه عن الرحماء. وده اللي قاله طبيب الصديق لابنه طوبيا، قال له يا ابني لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27، الرحماء ينعمون بمفعول الرحمة العجيب تجاه الخطية. الرحمة تنجي من الخطية. بركة 28 يا أحبائي، خير الرحماء. طبيب الصديق بيقول لطوبيا ابنه وهو على فراش الموت، قال له احفظ يا ابني الناموس والأوامر وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير. خير الرحماء، ده اللي بيقوله أشعياء النبي، قولوا للصديق خير في أشعياء 3. بركة 29 يا أحبائي، أن الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. في سراق 4 يقول إيه؟ كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30 يا أحبائي، مكانة الرحمة عند الله كخاتم عنده ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. الآية دي يا أحبائي مهمة جدا، وردت في يشوع بن صراخ إصحاح 17، يقول إيه؟ صدقة الرجل كخاتم عنده فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31، نصرة الرحماء. ربنا دايماً بينصر الرحماء. يشوع بن صراخ بيقول في إصحاح 40، الأخوة والعون لساعة الضيق لكن نصرة الرحمة فوق كليهم. من البركة 32 للبركة 39 وردت في أشعياء 58، ربنا بيقول إيه على فم أشعياء النبي؟ هذا صوما أخطار، أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك. دي البركة 32، نور الرحماء. حينئذ تنبت صحتك سريعا، للبركة 33. حينئذ يسير برك أمامك، للبركة 34. حينئذ مجد الرب يجمع شملك،
البركة 35. حينئذ تدعو فيجيب الرب تستغيث فيقول ها أنا ذا، للبركة 36. حينئذ يقودك الرب على الدوام، للبركة 37. حينئذ يشبع الرب في الجدوب نفسك فتصير كجنة مروية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه، للبركة 38. حينئذ تبنى منك الخرب القديمة وتقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة ومرجع المسالك للسكنة، للبركة 39، وهي الرحماء ونعمة البناء والترميم. بركة 40 يا أحبائي اطمئنان الرحماء، وده اللي قاله دانيال النبي لنبوخذ نصر الملك، قال له فارق أسامك بالرحمة بالمساكين لعله يطال اطمئنانك. بركة 41، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ودي اللي جت دي التطويبة الخامسة. بركة 42 يا أحبائي نقاوة الرحماء، رب المجد بيقول إيه؟ اعطوا ما عندكم صدقة هوذا كل شيء يكون نقيا لكم، فكل ما يتصدق المرء كل ما يتنقى قلبه. بركة 43 يا أحبائي كمال الرحماء، ربنا قال للشاب الغني إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. بركة 44 الأجر العظيم للرحماء، ربنا قال في لوقا 6 احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. بركة 45 أن الرحماء هم خاصة أبناء الله العلي. في نفس الإصحاح ربنا بيقول إيه؟ احسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي. فالرحماء خاصة بني العلي. بركة 46 يا أحبائي المعطي المسرور يحبه الرب. أما البركة 47 يا أحبائي فهي اكتفاء الرحماء. بركة 48 يا أحبائي وهي موضوع تأملنا في هذه الحلقات أن الرحماء يزدادون في كل عمل صالح. في نفس الآيات اللي قالها معلمنا القديس بولس في كورنثوس الثانية إصحاح 9، المعطي المسرور يحبه الله والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء. كمل بقى وقال تزدادون في كل عمل صالح. فالمعطي المسرور يحبه الرب وعمل النعمة في حياته يزداد في كل عمل صالح. خدنا مثال بداود النبي وبأرملة صرف الصيدة، الأرملة التي أعطت كل معيشتها. خدنا مثال بقصة السمير الصالح، معلمنا القديس بولس الرسول. حلقة اللي فاتت تكلمنا عن القديسة طبيصة والقديس الأنبا سيرابيون الكبير. النهاردة أحبائي نتكلم عن المؤمنين بكنائس مقدونية كما ورد في كورنثوس الثانية إصحاح 8. الآيات دي أنا بحبها قوي أحبائي وفعلا تدينا فكرة عن الذين يزدادون في كل عمل صالح. يقول معلمنا القديس بولس ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطى في كنائس مقدونية أنه في اختبار ضيقة شديدة
فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. تاني، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد، وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. المؤمنون بكنائس مقدونية كانوا في ضيقة شديدة وكانوا فقراء، كانوا في ضيقة شديدة وكانوا فقراء، وبرغم هذا أعطوا حسب الطاقة، وزي ما بيقول معلمنا القديس بولس وفوق الطاقة، وأعطوا بسخاء، بل قال معلمنا القديس بولس غنى سخائهم، وأعطوا من تلقاء أنفسهم، ففاض وفور فرحهم. تاني أحبائي، كانوا في ضيقة شديدة وكانوا فقراء، يقول فقرهم العميق، يعني مش فقراء بعدد، فقرهم العميق اللي احنا اوقات بنسميهم افقر الفقراء، ما فقير عن فقير، فكانوا فقراء جدا بحسب تعبير معلمنا القديس بولس الرسول، فقرهم العميق، وكانوا في ضيقة شديدة. معرفش الضيقة دي كانت ضيقة مالية ولا ضيقة من نوع آخر، يعني فقراء بعمق وفي ضيقة شديدة، وبرغم هذا أعطوا حسب الطاقة، يقول معلمنا القديس بولس الرسول أنا أشهد وفوق الطاقة. يعني مثلا يكون ما فيش فلوس في بيتك، ويعني عايش على كفاف الكفاف، وما فيش غير 10 جنيه في بيتك، قم تروح تدي الكنيسة 7 جنيه من 10، ده فوق طاقتك، زي ما بيقول معلمنا القديس بولس الرسول أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة. وده اللي وصفوا بكلمة غنى سخائهم، هم فقراء بس أسخياء، فقراء بس أسخياء، وأعطوا من تلقاء أنفسهم، مش حد طلب منهم، من تلقاء أنفسهم. فلما أعطوا فوق الطاقة من تلقاء أنفسهم فاض وفور فرحهم. خلي بالكم يا أحبائي من التعبير، من الإكسبريشن ده، يعني الفرح بتاعهم كان فرحا وفيرا كثيرا جدا، حتى أنه فاض، يعني الكوباية اتملت وفاضت. هم دول الذين يزدادون في كل عمل صالح. يا ترى نحن يا أحبائي نزداد في كل عمل صالح؟ يا ترى نحن يا أحبائي نزداد في كل عمل صالح؟ يا ترى نحن نعطي حسب الطاقة بل وفوق طاقتنا؟ يا ترى نحن نعطي بسخاء بل بحسب تعبير القديس بولس غنى سخائهم؟ يا ترى احنا لو فقراء بحسب تعبير القديس بولس فقرهم العميق، فقرهم العميق،
نعطي فوق الطاقة بغنى سخاء من تلقاء أنفسنا. هم دول الناس الذين يزدادون في كل عمل صالح. هنا بقى في الأرض فاض وفور فرحهم، فرح بتاعهم كان وفيرا جدا، ملى الكوباية وفاض. مثال جميل جميل للذين يزدادون في كل عمل صالح. هكذا قال معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس، الرسالة الثانية إصحاح 8. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونية، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. مثال تاني أحبائي للذين يزدادون في كل عمل صالح، نقرأ في بستان الرهبان صفحة بالضبط يعني 488 عن أب متوحد حدث غلاء شديد في أيامه، محدش لاقي أكل ومحدش لاقي خبز. هو كان عنده 3 خبزات قالها كلهم وخلاص مش لاقي تاني. فالقصة بتقول إيه؟ إنه وقف يصلي، وبعد ما صلى قعد عشان يأكل، لقي الباب بيخبط، واحد بيقول له يا ابونا أنا ما عنديش عيش أوكل عيالي، فاداله 2 خبزات من 3 اللي عنده ورجع صلى تاني وقعد عشان ياكل الخبزايه الوحيده. فالباب خبط تاني، يا ابونا ما عنديش ان انا اكل عيالي، قال له ما عنديش غير خبزه واحده. تقول القصه قفز بشهامه، قفز بشهامة وأعطاه الخبزة. كانتش عملية سهلة يا أحبائي، خلي بالكم أول ما بيكون في أكل عصارة المعدة بتتحرك، حتى الناس يقول لك أنا عصافير بطني بتصوصة. والمعلوماتكم يا أحبائي أصعب ألم هو ألم الجوع، يعني لما يحبوا يعذبوا واحد كويس قوي يصوموه ويجيبوا له اكل ويربطوا ايديه. لم يكن سهلا ان هذا الاب المتوحد يقوم ويديله الخبز الاخير، ولكن قام واداله الخبز الاخير. فلما وقف يصلي جاله صوت، لانك اكملت وصيتي ومنعت نفسك من الأكل وأعطيت أكلك للجوعان، سوف لا يكون في أيامك غلاء على الأرض كلها. ورفع ربنا أحبائي الجوع والغلاء في ذاك الزمان من أجل أعمال الرحمة التي قام بها هذا الأب المتوحد. دول الناس الذين ازدادوا في كل عمل صالح. قطعا هذا المتوحد ما وصلش للمرحلة دي في يوم وليلة، كان رحوما فرحوما، كان يعمل أعمالا صالحة فأعمالا صالحة، لغاية ما وصل وإنه ازداد جدا في كل عمل صالح. وكل ما الإنسان يزداد في كل عمل صالح، كل ما الفرح يزيد في قلبه، زي ما قال معلمنا القديس بولس عن كنائس مقدونية، فاض وفور فرحهم. وكل ما تسجل هذه الأعمال في سفرنا
نسافر يا أحبائي للسماء، نلاقي السفر بتاعنا مليان من أعمال الرحمة وأعمال الخير، نزداد في كل عمل صالح ونثمر في كل عمل صالح. الرب معكم يا أحبائي، ويبارككم بكل بركة روحية. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد آمين.